لكن اللاعب كان قادر بامكانه الاحتفاظ بالكره وانتظار صعود زملائه لتقديم الحلول داخل منطقه العمليات للوفاق. وضربه جزاء بالفعل، ضربه جزاء توغل داخل منطقه العمليات، والحاكم لطفي بوكواسا مباشره يعلن عن خطا وعن ضربه جزاء لمصلحه الوفاق. هاي الاعاده، توغل من دغموم، دغموم توغل تقدم والحكم يعلن عن ضربه جزاء لمصلحه الوفاق. تدخل كان من سبيع التهامي لعوافي أمسي دريك، لعوافي ويفتح مجال التهديف لعوافي بتسديدة أو بكرة مباغتة، يباغت الحارس سيدريك ويفتح مجال التهديف. سيدريك في جهة والكرة في جهة أخرى، كما نشاهد أخرى لدواجي، دواجي زغدان يتوغل داخل منطقة العمليات. ممتازة ممتازة التسديدة القوية، كان عمل فردي رائع من الخامسة عشر المرحلة الأولى من ضربة جزاء، ثم الانطلاقة الهدف الثاني ممتازة، والهدف الثاني من غشة هذه المرة. الانطلاقة كانت من عمورة والفعالية كانت من جانب غشة، ويوقع الهدف الثاني. لقطة فردية من عمورة، كرة ناحية رفيق غشة، يمرر كرة ممتازة عمورة، يمرر كرة ممتازة وغشة بسهولة ينفرد بالحارس سيدريك ويوقع الهدف الثاني الذي ربما قد يكون الهدف القاتل للمباراة قبل نهاية المرحلة الأولى بست دقائق. واقعية من جانب أهلي برج بوعريرج، ولكن الواقعية غائبة لحد الآن، ما فيش وضعية تسلل، ربما هذا هو الهدف الثاني، ربما الثالث الثالث. يا سلام يا سلام يا عمورة، يا سلام على هذا الفتى، فتى هذا الفتى الذي أرعب دفاع فريق أهلي برج بوعريرج، يوقع الهدف الثالث. أولو لو 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 يا عمورة، تسلط الأضواء على هذا اللاعب، لابد أن تسلط الأضواء على هذا اللاعب، على هذا الفتى المشاكس في كرة القدم. ينطلق، ها وانطلق عمورة، راوغ غاسم محمد سيدريك. أو لو لو يا للروعة، روعة روعة، الهدف الثاني بطريقة فنية رائعة من عمورة. شوف التصويبة أيضا والانطلاقة من عمورة، سريع جدا عمورة. أو لو 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 لو، فعل كل شيء، جمالية كرة القدم حاضرة، الفعالية حاضرة. الثاني ممكن ما نقولش يركنوا، لكن يبقى التسيير بدون ضغط بس. وفلاحي في أول كرة يتوغل داخل منطقة العمليات ويعرقل وضرب الجزاء. أو لو 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 لو، سيناريو غريب الأطوار في مباراة محلية بين وفاق سطيف وأهلي أهلي برج بوعريرج. الشاب فلاحي في أول كرة، في أول توغل بلقطة فردية أمامنا، ها هو اللاعب فلاحي. لما نتحدث عن عمورة نتحدث عن فلاحي، لأن ننتظر هذه الضربة، هل سيكون الهدف الرابع غشة؟ هل سيوقع على ثنائية والرابع لفريقه؟ وبالفعل ثنائية غشة في مجموع أربعة أهداف لمصلحة الوفاق، الفريق الذي لم ينهزم خلال سنة 2020 وبدأ سنة 2021 بقوة. فعل هذه المرة من جانب البديل اللي يدخل من سعيدي، من جانب يقلص الفارق، اللاعب البديل يقلص الفارق بهذه الكرة. إذن الأهلي برج بوعريرج يتمكن من تقليص الفارق بعد هذه الكرة من سعيدي. يبدو لي رحبة هو الذي سجل، أو نعم لا سديتو اللي يتمكن رفيقه من ترويض على اللاعب الفلاحي توري. توري يوقع الهدف، وكان قراءة جيدة لعبد الحليلي دير صراحة، أعطى فرصة. هاي الكرة خطأ أيضا، هاي الأخطاء المكلفة في دفاع أهلي برج بوعريرج. كرة فاق سطيف أمام